وي اخويا، شفنا مؤخرا ان هاد لابليكاسيون بزاف فنانه، يعني 10 دقائق مقابل مبلغ مادي كبير. كنظن ان الشعب المغربي كان له رده فعل قويه. كتجيني شي حاجه اللي بيزار ان واحد غادي يعيط على فنان باش يهضر معاه مقابل مبلغ مادي. ما كنظنش ان غادي تلقى واحد استجواب او فكره مزيانه الشعب. شي اللي واش انت كشخص يعني تقدر تحط واحد المبلغ مادي وتعيط على فنان؟ طبعا لا، طبعا لا، ما يمكنش. حيت ماشي شي حاجه اللي منطقيه، ولا ماشي شي واحد اللي غادي تعيط ليه باش تستافد منه، اولا كتجينا شي حاجه اللي بيزار صراحه. كاين واحد الفنانه يعني هما داروا واحد يعني الشراكه مع التطبيق هذا ومن بعد ولاو كينفيو. من طبيعة الحال منهم شفت بدر سلطان او سكيزوفريني، وشفت لابليكاسيون ديالهم في فيسبوك انها كاين مقابل مادي اللي بغيت تتصل بهم، ولكن ما كنظنش انه غادي يمشيو مع الموجه. ربما الكل باللي شافوا رد الفعل ديال الشعب المغربي عبر المواقع التواصل الاجتماعي، من طبيعة الحال كل شيء غادي ينفي بانه هذا الشيء ما كاينش، وهذا الشيء انا هذه لابليكاسيون في غنى عنها. إلا كان شي فنان اللي يستاهل تعيط ليه، بحال شي واحد كيعطي الوقت الجمهور ديالو، ماشي تخليه هو كيشوف كيحيت شكل شي فنان غير كيشوفك كتبغي تصور معاه كيقول لك لا كيدفع لك به. علاش؟ ما عرفت فهم كيشوفوا راسهم وصلوا لواحد الشهرة صافي ما كيبقاش يعطيك ذاك الوقت ديالو، كيقول لك لا حيد. وانتم كشباب زعما كاين يعني كشباب متبعين مثلا هادشي ديال السوشيال ميديا، كيفاش انت جاتك هاد القضية هادي ديال انك هي؟ انا جاتني الفلوس ما خصهاش تعطى. علاش؟ حيت الفنان كيتخلص كيتخلص. هاني اللي عطاك واحد شوية ديال الوقت ديالو من عنده، ماشي تجي تخلصو. بحال دابا كاين واحد اللعيبة ديال ابتسام تشيسكات جات هي أغلى وحدة عند الفلوس تما في ديك الو ستار، قال لك 5 دقائق جات دو معاها 5 دقائق قبل الفيديو غالي، هي أغلى وحدة. وبالنسبة للفنانين الآخرين بحال مثلا عبد العزيز ساتي بدر سلطان، هذوك فنانة كبار مشهورين عندنا في المغرب، ولكن هما تما عاطينهم تما تمان شوية، حيت بنادم ما عندوش ديك الفلوس تغير. ما كاينش بحال حنا عندنا واحد الوضع ما غاتقدش تخلص على 5 دقائق دوم مع داك الفنان تا الدرجه بديك الفلوس كامله. انت واش بغيت مستمر داك اللي دار هاد لابليكاسيون هادي، ولا اللي دار هاد لابليكاسيون، ولا حتى الفنانين اللي مشاركين فيها؟ اي شوف ينقص السماع على بنادم ولا يخليهم يدوم معاهم فابور صراحه، حتى الفلوس راه دابا حنايا ما عندناش، ما نكذبوش على الله. غاتجي بغيت تدوم مع فنان 5 دقائق غاتخلص 1500 1800 درهم غالي على 5 دقائق بزاف. السلام عليكم. بعدا انا بعدا هاد المساله اللي كاينه دابا ما تجينيش عاديه. علاش؟ على حساب الازمه اللي تنعيشو دابا حنايا كفات كوفيد، فهمتيني؟ تجينيش عاديه. اصلا المغاربه محتاجين هما ديك 1500 درهم، كل فرد خاصو 1500 درهم على حساب الله يحصل العوان. المصاريف ديال المغاربه كاملين راه الشعب كامل عارف بهذه المسؤوليه، لانه الناس محتاجين، حتى هما اللي يعطيهم، ماشي غير يجي يعطيو الفنان. الفنان راه عندهم، الفنان هما خاصهم يتعاونوا مع الشعب. اي فنان اللي شتيه دابا تلقى عنده الله يزيدهم، ما نحسدو حتى شي واحد، الله يزيدهم والله يكمل بهم، فهمتيني؟ المهم راه الشعب هو اصلا محتاج بعد هذيك 1500 درهم وشكرا. واخا، واش انت مثلا تقدر تعطي 1500 درهم باش تهضر مع البولماني؟ شوف انا ما نعطيها حتى شي واحد، نعطيها للمويبه، هما اللي محتاجينها، اما الفنان كاع ما محتاجها وشكرا. لا ما نقدرش نديرها اصلا، هذاك خونا باش غيفيد هذاك الفنان باش غيفيدني. كون كان شي واحد شي واحد غيعطيك شي حاجه كيحفزك وكيقول لك نصائح، واخا ما فنان علاش شنو باش غيفيدني؟ ما يفيدني حتى حاجه، هذا هو يخاون. واخا بالنسبه لهاد الناس هادو اللي خرجوا التطبيق هذا، يعني كيفاش جاك انت هاد يعني هاد التطبيق؟ الطبيب قادو الناس كيشجعوا على التفاهه وصافي. اما كون كيبغيو يديروا شي حاجه راه يديروا شي تطبيق زوين فيه شي حاجه ديال العلم شي حاجه، اما التفاهه الفنان باش يفيدني؟ ما عنده باش يفيدني. 1500 درهم انا سخا بها، الناس راه كيضربوا عليها تمار ونجي نعطي ندوي مع فنان مع واحد ما يستاهلش هذيك 1500 درهم 15 دقيقه، الناس راه كيضربوا عليها تمار ويجيبوه. وبالنسبه للفنانين اللي مشاركين في هذه القضيه، شنو بغيت تقول لهم؟ يعني شكون توجه لهم كرساله؟ هذيك ترجلوا شويه، هذه هي الرساله، كونوا رجاله شويه كما قالوا تحكوا على ولاد الشعب.
شنو 1500 درهم ندوي مع فنان؟ ما كاينش هذا. ما نقدرش خويا. سلام سلام. بعدا قبل هادشي كلشي ما نقدرش. عرفتي علاش؟ حتى يمكن لي ان انا ماشي في المستطاع ديال هاد 1500. انا كنخدم 100 درهم ولا 80 درهم في النهار، وغير من هذوك النماذج وعندي وليدات وعندي، فهمتي خويا؟ ما نقدرش ما نقدرش. علاش نهضر مع واحد 150 فرانك ياك قلتي؟ ها 30000 ريال. ما نقدرش اخويا. وشنو زعما من وراء هادشي زعما ديال هكاك تحكي لك مثلا، يعني باش يدير لك تحيه مثلا يدير لك شي حاجه بحال هكا؟ انا بالنسبه لي فنان لا، انا بالنسبه لي خاصني نكون مسلمين. الله يحفظك. شكرا جزيلا. فهمتي اخويا؟ خصنا نكونوا مسلمين، فهمتي؟ الله يرحم المهم. يمكنش ليا ممكن. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.